السلام عليكم، انا الام ديال اميره. جيت اليوم لجمعيه مغرب الانقاذ على ود بنتي عندها مشاكل في القلب، كتزرق ليا وكتخنق ليا. ملي شفت الطبيب قال لي بلي بنتي خاصه عمليه في اقرب وقت، عندها مشاكل خلقيه في القلب، عندها اعرقات مقلوبين، عندها صمام ضيق، وعندها قلب ما كاملش. قال لي خاصها عمليه في اقرب وقت، وحنا ما عندناش ثمن هذه العمليه حيت مكلفه بزاف، وما عندناش تغطيه صحيه، وما عندناش الرميد، راجلي خدام غير على قد الحال. داكشي علاش جيت للجمعيه اليوم، وبغيت المحسنين يعاونوني. الله يجازيهم بخير.